السلام عليكم كسو دوادا دروس ميديا سبسكرايب دي هدي آدن هرو ديهن فضلقة بيش الربضان اللي يدهي فضلقة بيش الربضان ماهن وحلقان لغسو كوبي كرو إلهي سبحانه وتعالى يا أقرت بيش الربضان إلي نقط بيش قرام كريم كأهل لغسو الدجيو دي حديدا هل قاسنا وحا كعد درجة إيا قيمها إلي ارتاه بلاها كالي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله سبحانه وتعالى وحو يري بشهر رمضان أو دحدد لسودة تي قرآنك سوى هنون أه تدك إي حجوين عد أو هنون أه إي كالسارد حق إي بادلك سورة البقرة آيات بقول سديت نشانات الله سبحانه وتعالى وحو يري حقيقي وحو سوجت اني قران كهبينك ليله القدر سوره القدر ايه كوات فضلك يا دهرات كبش رمضان وحا كمد اه ان هبيندا اي كمد تهي هبين ليرادو ليله القدر هبين كاس وحي كخير بدن تهي كون بلود هبين كاسنا وحو كمد يحي هبيندا رمضان كا وحا لا شيغا ان هبين كاس كو جيرو 10 كا اوو دمهي بش رمضان gaar ahaan waxa la sheegay inuu yahay habeenada kisiga ah sida 22ka 23ka 25ka 27ka iyo 29ka waxaana suuragal ah inuu helo habeenkaas qofka bisha Ramadaan oo dhan ku dadaala cibaadada baryada Ilaahay sadaqada dambi dhaaf dalbada taraawixda iyo tahajjudka Abu Hurayra radiyallahu anhu wuxuu Nabiga sallallahu alayhi wasallam ka soo wariyay inuu yiri qofkii uu kaa inuu tukado salaadta taraawix bisha Ramadaan liiban qab iyo ajar dalab dartood waa loo dhaafaa wixii dambi yar yar ah oo hore uga dhacay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haynaga yeelo kuwa soomkooda iyo salaadooda iyo ducadooda la aqbalo subscribe dhaha kanaalka Durus Media sina Garcia walaal muslimiinta wa salaamu alaykum